يزداد العنف بين الشرطة الأمريكية والمتظاهرين في كافة الولايات، حيث يستخدم عناصر الأمن كافة الأساليب لتفريق الاحتجاجات. القنابل الصوتية هي من الأساليب الأكثر استخداماً من قبل الشرطة، ففي ولاية مينيسوتا ألقت الشرطة قنابل صوتية، وسرعان ما بدأ حظر التجول الساعة 8 مساء، لأنها تعد الأكثر إزعاجاً للمحتجين حيث تجبرهم على مغادرة الساحات. ولم يقتصر استخدام القنابل الصوتية على الشرطة فقط، بل هاجم عشرات الأشخاص مقر شبكة CNN الإخبارية في مدينة أتلانتا، وألقوا قنبلة صوتية في ردهة المبنى حيث كان يعسكر رجال من الشرطة. رفض العنصرية والتمييز والعنف العشوائي، كل هذه قضايا أشعلت الشارع الأمريكي لليلة السادسة على التوالي. جدل، غضب عارم ومواجهات دامية صدرت مواقع التواصل الاجتماعي والصحف العالمية، حيث دارت الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في مختلف الولايات الأمريكية. حتى الآن اعتقلت الشرطة أكثر من 4000 شخص منذ اندلاع التظاهرات في 40 ولاية، وانتشر عناصر الحرس الوطني في 15 ولاية منذ ليلة أمس. وعلى الرغم من فرض حظر التجول في الولايات، إلا أن سكان الولايات الأربعين لم يتوقفوا عن التظاهر لقضيتهم التي يطالبون فيها بوقف العنف والممارسات العنصرية في البلاد. فما كان من الشرطة إلا وأن واجهتهم بالرصاص المطاط والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع. ولاية أتلانتا شهدت أحدث حادثة عنصرية، حيث استخدما شرطيان العنف العشوائي ضد اثنين من العرق الأفريقي. من جهتها أعلنت السلطات فصل الشرطيين بتهمة استخدامهما المفرط للقوة. أما في ولاية أيوا فقد قتل شخصان وأصيب شرطي في اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين ليلة أمس. في ولاية سان دييغو غردت إدارة الشرطة أن التظاهرات السلمية سيتم تسهيلها، ولكن سيتم التصدي لأي عنف أو تخريب من قبل المتظاهرين. في المقابل انضم عناصر الشرطة في عدة ولايات إلى التظاهرات هاتفين باسم العدالة، كما جثى ضابط من شرطة نيويورك تضامنا مع المتظاهرين. دانا بلان، NBC.